في اطار احتفالات الاخرى 70 ديال العاصمه المتحده المباركه. فيه برنامج ثري اللي نقوم بها حاليا خلال وضع الاساس لبناء بنيات سكن عمومي ايجابي، بالاضافه الى تزويد بعض البواوير بالمياه الصالحه للشرب وبواوير اخرى بالغاز الطبيعي. ايضا فيه عمليات تتعلق باعاده تهيئه وايضا فتح مرافق جديده على مستوى البلديات النائيه على زكية السكونه في فتح فرع الضمان الاجتماعي. هذا راح ياخذ من اعتبار احتياجات الساكنه اللي تبعد حوالي 90 كيلومتر على مقر الولايه، وان شاء الله تكون فيه تدخل نتاع مؤسسات اخرى نتاع الضمان في نفس الفرع حتى ينقص مشاكل التنقلات اللي يعرفها من سكان منطقه السكون. ايضا فيه برنامج خاص بالتهيئه سواء المساحات الغربيه او التهيئه المدينه، كلها تم الانطلاق فيها. وبهذه المناسبه العزيزه علينا جميعا. شكرا.